لك سجل قصدي لجنه الفرقه المنهض مزلغان شكل لجنه الشاب طموح وغاك الغيره في الفرقه مزلغان نسيت تو غادي لجنه زيد الجمهور ديال الجماهير يتسدد من الوفاق سواء داخل الميدان او خارج الميدان نهار الوفاق ماشي نسد القيمه خمسه من الدوار خمسه من بارتي دو في البطوله اذا نمشي نمشي نسميش نتسرى نمشي نتوارى انه الفريق لجنه من ازمه خانقه ماديه وغاس من زيغ كمر المشوار وليدن من غاثيني دي المحبين من زرغان سواء الجندي مواثا او لا قيم ديفار. اولا بسم الله الرحمن الرحيم تشكر الشيخ محمد الزبتي خطوة سيتا غان خطوة سيد نهار هذا غافور بون هذا خطوة زاد نهار كيبويا نغنو وفاق ريادي زنغان السي محمد نش غاري جمهور خساتيني هو نعم سيدي تاغز كودا نعاون كيبويا ان شاء الله عامه باش هادي قاعد السانيتا زي قيمة زي القسمة تشكا عاود نجلي عاود مار ان شاء الله تكشفو سنسي الفارقة باش هادي قاعد السانيتا وتشكا نعم سيدي مسؤولين مار السي الحبيب فان مشكورا اي تروك شنو غاش نعهد عام ان شاء الله باش خاص يعري التاريخ الا كيعاون يعاون كيبويا الوفاق باش ان شاء الله جميع المسؤولين ونستنى ولاديج مارو نغوكش نفوز ديال الوفاق غادي يعاون نتشكاري ونتا ان شاء الله صحاب زمان مار غادي بدنا كيبويا هذه راح تنسى غازات ونتشكا بالخصوص الجاليه عامه كايجن اجن الدور نص 100% ضم قران نتشكاري نستازين من برا ونقارسن كشم فوس نوم هي خمسه بارتيدات اتعاونوا الفريق ان شاء الله هذه قاعد الفرحه اني غاومي دغيا سي محمد اخويا دغاج كلمه مختصره لانه اتصل الاخوان تركنا تسمى الملاحظات سواء اللي نزيد عن الفارق ولا كذا شك من دقه فيني شل الاضافه الثانيه خمينا الاخوان في الفرقه اللي فوق ديال الزرغان انه نستنى انه يتنافس الصعود غاس ازمه خانقه ايش الازمه الماديه خانقه من دقه فيني ديك الفتره اذا دمير غادي ندير الجماهير طاوا الزرغان ولا طاوا الاقليم النظام مارا لو يتدي ما نقول يتدي بارو من دقه فيني السلام عليكم نشكر السي محمد الزبتي امن اسرة ام اتوز دار داو زنغان من داش غينا الاخوان قد ترقن شين كل جنة الدعم الاخوان قد ترقن خو عاد من داغي خصنا كلشي المهم انا المادة بالنسبة للمادة هي الأولى وغانا الوعد إن شاء الله زي الرئيس البلدي وشان الوعود غان نشي نعاود قنت المجهود ان شاء الله نتاع غيوذن ان شاء الله غانا وشان الوعود ان شاء الله ديري الخزان نكمل 50 المقابلات وبالنسبة عاود الجالية ان شاء الله غادي نتشكاريثن قبل دن كاينة دنك اللجنة فارتي دنك المكتب ايوا حتى شغينا ان شاء الله هو ماشي توارى بس محمد شك الفريقات ماشي توارى ما دينش الحضور الوفي رزق غقعد بس كويس ان شاء الله ما يحط بالنسبة للفريق كاين الاطار التقني كاين غير لاعبين ان شاء الله كاين مستعدين وغاسني نجي الحماس وشين حتى يورني هنا نشكون نكمل البطوله بلا التمنيه واخا غادي التمنيه نكمل بلا التمنيه زعما عزونا ضحنا الفريق ونشين ما دام انا غوارا ونشينا كيس نكمل كيس نحاز ان شاء الله وهاتي غير خاوت سنغ اللي يرخى ان شاء الله ان شاء الله شي حفظ سي ربي وسي محمد الزبتي بارك الله فيك شكرا الاول اذا خصو شويه نهار طموحات الفرقه الوفاق مزنغان الاستعداد تكمامو شويه الازمه غوميديان الماديه خليقه داخل شويه التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم بعد تشكا الموقع نغ امنوس بعد التغطيه غيكا بعد هذيك بعد المشاكل اللي غنغ هندت مزغن بعد الفريق الوفاق اللي ديالو زغنغان طموح حرام نقط طموح نشتي غنغ ذاتي اجن طموحي غنغ هو ان شاء الله نقعد باذن الله ستوفيق نسيدي ربي مجهودات الجنة الدعم المكتب المسير نشكاي في نتصخ مار من تكند الظروف يا ضوفا ان شاء الله دي سيمانة اني عدون لدي سيمانة ان شاء الله سي الاجواء اجواء اللي لونتريمون ماديش غير اجواء جدا ممتازة احرام متحمسين احرام تقريبا مرة وتغيب حد قليل في الجنة ثنايا مثل خاص ظروف العمل وها الحمد لله بعدا اللي في اكتفاء غادي يعيش 22 احراما الحمد لله طموحنا مرة ماديش غير طموحنا هو ان شاء الله انس قاعد انا الوفاق الرياضي الازغريق المكان الطبيعيه هي القسم الاول هوات ان شاء الله باذن الله هذه خطوه واني خطوه هذه ليكيبو ان شاء الله زك مزوره
صافي ميلو تشكيل انسنيش ديتو في لادي الفرقه اللي فات ما مش توري الشك الامكانيات الناس اللي قانش دي خصيه فاري كامل ايوا الحمد لله تغا الوباء تغادري تستازي سي ضرب غرياف ان شاء الله الوباء الوباء طوناي حاب 10 ني واخا ناي حاب 10 ني تنحرك شي حاجه الحمد لله واخا لي قن في القسوات ولكن سيماني عاد سيماني ان شاء الله تحت في خنق اللياقه البدنيه تحت قاعد شويه شويه زيد ان شاء الله تيري 5 دي 9 تيري ان شاء الله تيري رقم اوفر 100% تيري اللياقه البدنيه تيري 100% ان شاء الله و تقول شا الجمهور انت نديت موز غنغان تقول مشي خلف الفريق الوفاق الرياضي ولا غنغان كاميرا امنوس ايش النداء تقدم ديال الجاليه نبغى غير جندي بار تشكى الجاليه النغدي غنغدي بار مره السن تشكى لي الطاس خدام الوفاق الرياضي غنعام تشكى لي الطاس لان دعمنا الفريق سوطس يسكن تمنى ان شاء الله الفريق نتمنى ان شاء الله الزيسن هاد السي غينك الدعم تندين تنوز غنغان خاصه ديال الرياضه اريد ان نزغر غير لان ان شاء الله مزيس ان شاء الله عام دي كوار غادي ان شاء الله عام توريق تغار غتصل الفئات اللي ميني لي كادي لي جونيور نسقعد الشباب دي مزيان ان شاء الله قد نسوي الجديد ان شاء الله المستقبل نزغر غان نتمنى ان شاء الله الشباب ان شاء الله يقيمنا من ميمون لان تغار تغا عكم الضعيف تغا سي ميمون سي عبيد يتغي كلفنس الفئات الصغرى ولكن قد تغا الجنة غدا 70 80 حراما ان شاء الله نتمنى ان شاء الله المكتب يتغيس ديوري يتغيس ان شاء الله هذا سنتهلا نسوجد ان شاء الله السنين القادمه و جني نغني الجاليه لا المسؤولين ديت مزغنغان لا الجاليه المقيمه بالخارج نتمنى لان كيبو الظروف يتعانى الازمه ماليا نتمنى ان شاء الله هذا الدعم من كيبو ان شاء الله لان قا اخصاص تمنيات لان ميمي قا خمسه بارتيات الدعم قا تولي غاس ودي كاخا غاس زيرو شي نضحى ولكن نضحى سكوشي ثنغ ولكن قاديش ربع مسرين وزمازات نضحى نتمنى ان شاء الله زي جاليا نغير تسدي الخارج مره لا لا اني اوروبا قطوي غاس ندير نيجن جروب نتمنى ان شاء الله الدعم الكيب ويا خمسه ايام بارتي ان شاء الله ونشكرك نوال التصق التغطيه يا سي محمد سام مجيد شك مدير الفريق من الفقر ديال الازنغان ما مش توريه الطموحات نهار الفريق شك مدرب الاستعداد ديال تكي نهار مش توريه واش حرام نقي مستعدين تمرمى تبقى من اطوار البطوله بسم الله الرحمن الرحيم غوم زوا طبعا وزما غتبدا اول قبل ما شكا الموقع امينوس في شخص المناضل والصحفي السي محمد الزبطيخ المبادره ثاني تيتي كايوز للالتفات الفريق طبعا اذا كان الامر يتعلق بالطموح فاظن ان طموح السكينه مره هو تحقيق الصعود الموسم ونيتا وقنغ على مرمى حجر ان شاء الله الرحمن الرحيم عند انا ونحقق الصعود الطموح السكينه وزغنغان والطموح والطموح ونيتي طبعا يتنسحب حتى خي لعاب النغ ذا الجمهور الكريم الوفاق الرياضي وزغنغان في 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 شخص نغ في دي الممثل في في الفصيل لوتشادوريس انشكار التصق خدع من سن منقطع النظير الفريق الدعم ونيتا توثنتي حتى ذي شان الفرق يتم قراني فشكرا لهم طبعا زلمين بارا ونيتا وانت تشرى ان انشكا ايضا الاخوان ذي الخارج الاخوان جالية ابناء زغنغان ذي المهجر خد دعم يقدم لي الفريق ايضا تغثي جن الدعم معتبر جدا شكرا لهم ماريت سن الخدمات يقدم لي الفريق مارة بالنسبة للعابن اظن انه كما ترون خو صافي اسبوع ذو زين تقريبا شي ترينارس وجاد اظن ان من الفرق الاولى يبدا التدريب مريد الخشن حاج انما يدل على انه فعلا ذين رغبه ذين اراده ذين عزيمه زك لعابن ذا الاخوان جن مشرفين خ الفريق الاخوان دي اللجنه ذا المكتب المسير لجنه الدعم ذا المكتب المسير ذي نجن الاراده ذي نجن العزيمه تم قرات ما ان شاء الله نصفح اولا جمهور النغ ثم نصفح يلعب النغ ثم نصفح الساكنه مزغنغان نحقق ان شاء الله الموسم الطموح الطموح وهو الصعود الى القسم الموالي ونغاو مع جن منايا واي كويشاس العزيمه ذا الاراده ذا الخدمه ذا الجديه ان شاء الله الرحمن الرحيم ويتيري غارخه طبعا ما مش توارد الفرقه شكا مدرب الفريق
ما تبقى من المباريات بدون جمهور، مش توري المخص التأثير المخص. أظن أنه الفريق الوفاق الوفاق الرياضي مزغنغان يملك من الترسانة البشرية، من يوجب المجاملة يملك جن الترسانة البشرية، ماشي المكان النسدانيت ما حنا أن تواضح غمزوة. غنغي لعاب السونديكاليتي، غنغي لعاب ندير لعاب ديال المستوى، ممكن ندير عندي اقصى من نظني وبين دي المشوار البطوله يعذون العلو الكعب نسن ديال الميدان، غاصن امكانيات محترمه جدا، لا يسعنا الا ان ننويها الامكانيات اثناء. اظن انه الجمهور القضيه الجمهور ما نروح عن السيرخ القضيه، اظن انه وزما بغيت نسحب خلف الفريق مزغنغان وها نسحب يدخل فرق ماره، ما رادينيش التاثير قضيه يدخل فرق ماره. طبعا اكيد انه قناه جديد شامه اللاعب رقم 12 هو الجمهور، اكيد هذه نيري التاثير وزما بونيني لا، ولكن شينا نحاول ما امكن نتاقلم مع الوضع الجديد. اك من يجن خو من يكتب سيدي ربي العالمين ذواني تنت سيدي ربي خان غيعف على البلاء وانيتا ما حد اتعقب الحياه تعقب الحياه المسار الطبيعي. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ويتربو المعطيه ويتربو مؤثره الطاس دي خلف الفريق، نشتي نحاول ما يمكن نقل مجهود ما حد نكمل ان شاء الله المشوار البطوله دي المقدمه. أشجع الكاميرا أن أمن سيد عبد المجيد مارش النداء تقدم للجالية النغري غير المحبين للفرقة الرياضية من المتواجد من سواء داخل الوطن أو خارج أرض الوطن. الرياضة يجي انقطاع حيوي، يجي انقطاع منقذ الحقيقة، منقذ يجي انقطاع منقذ، يجي مجموعة من الشباب، يجي مجموعة من نيوذان، يجي مجموعة من الآفات طبعا. النداء إنو ولدي مار وذا نسن سواء الاعيان المدينه نغض الاخوان نغض الجاليه نغض الجمهور مار نغض السكينه تكمل مار السنن الا المشكل الاساسي زيت عانا كره القدم زغنغان هو المشكل المادي. احنا نتواضح نري واضحين شويه وغادي نبو وغنغبو الامكانيات الامكانيات الماديه خصها ورغم احنا نويا سكيبويا الطاس غازات ما عليك غنغ الامكانيات الماديه اك الامكانيات البشريه غنغ اك التاطير اللي ممكن يديرين مستقبلا. اظن انه ذندي مزغنغان اتيري لان تدي مصاف فين دام شنو هو تزم شنو الحسيمه شنو خنيفره شنو يجنب مجموعه انت دام قين تيران ديال المستويات وعرانت ويظن فايظن خاطر غير انت كاين غادي نفس الاقسام غاني ثنيت شي حاجه الامكانيات شويه الجديه ديال المعقول ديال خدمت يوظن حقا الاهداف نسن مناشده يوظن زمان ماره طبعا مناشدة ما حنا قدم الدعم للفريق ما حنا نكمل ان شاء الله المسار البطوله الموسمه وانيتيت ديال المركز الاول. ولهم جن الشكر دام قران خمين كين ذمين ممكن ذكن ديال المستقبل ذمان يا زما غادا سنيني اخويا محمد جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم في المبادره يا ثاني تيت الالتفات النادي الوفاق الرياضي لازغنغان. كالعاده عهدناكم دائما ذي الموعد، شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.